وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الدكتور محمد شكر ندى، رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية. بداية دكتور محمد، وبعد التحية، التحول الرقمي هو الأساس الذي تعتمد عليه الدولة في تطبيق فكر الجمهورية الجديدة، وهو ما تم بالطبع رصده من خلال توجهات الحكومة خلال السنوات الأخيرة. كيف ترى إذن هذا التوجه ومدى مساهمته في نقل مصر نقلة نوعية في مصاف الدول على خريطة التنافسية العالمية؟ أهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. يمكن من الملاحظ اهتمام فخامة الرئيس السيسي والمشروعات اللي بتقوم بها الدولة في إطار التنمية، وخاصة التنمية المستدامة، وما يتضمن المشروعات من مقومات تكنولوجية ذات صفة عالية وذات تقنية متقدمة، ويتواكب معاه ايضا من يمكن ملاحظه انشاء الجامعات التكنولوجيه الجديده على سبيل المثال، لان المشروعات التنمويه اللي موجوده حاليا سواء من عواصم من مدن جديده او عاصمه اداريه جديده كما حضرتك تفضلتي واشرتي المشروعات اللي بتتم في العاصمه الاداريه، المشروعات النوعيه دي من المشروعات بالاضافه لمشروعات اخرى بتعتمد بشكل كبير على التكنولوجيات العاليه. وعلشان كده يمكن تواكبت مع بدايه نشاط وبدايه عمل الجامعات التكنولوجيه لامكانيه توفير خريجين، كما تم الاشاره باهتمام فخامه الرئيس بان يكون في كوادر مؤهله للتعامل مع الكم الهائل من التكنولوجيات القائمه في المشروعات والمتوقع وجودها في المستقبل. فبالتالي الدور اللي بتقوم به الدوله ويمكن لاحظ التكامل والتناغم اللي موجود في قطاعاتها المختلفة بيصب في دور إبراز الاهتمام الشامل بالتنمية من خلال المشروعات الحالية والمستقبلية. نعم، إذن بالطبع هي تجربة واعدة تحمل الخير لمصر. في رأيك ما هي العوامل والضمانات لنجاح تلك التجربة؟ احد هذه العوامل اللي ممكن تساعد في نجاح التجربه مثل ما اشار فخامه الرئيس توفير الكوادر المؤهله للقيام بذلك، سواء في اثناء تنفيذ المشروعات او في تشغيل المشروعات وصيانتها بعد كده في المستقبل للحفاظ عليها. فاذا ما كانش عندنا الكوادر المؤهله لذلك فده ممكن يعني يحبط التجربه، ولكن العكس هو الملاحظ في الوقت الحالي. احنا على سبيل المثال في جامعه بني سويف التكنولوجيه عندنا شراكه مع شريك مهم جدا في مجال التكنولوجيات وفي مجال التعليم التكنولوجي اللي هو كوريا الجنوبيه، ومؤخرا كان في زياره لرئيس كوريا الجنوبيه وكان برضه هناك اهتمام بهذا الجانب في لقائه مع فخامه الرئيس. فكل هذا يؤشر إلى أن مصر بتخطط ومصر بتقوم على أنشطة لتدعم هذا الفكر الجديد ولدعم الجمهورية الجديدة بتقنياتها الحديثة والتطور المتوقع الأكبر في المستقبل القريب وقبل كمان المستقبل البعيد. فالمتوقع ان دي احد الاليات للحفاظ ودعم نجاح التجربه. نعم. بالاضافه طبعا الى لما كل ما حضرتك بيتم العمل على مشروعات جديده فده الى جانب التطور انها ايضا بتوفر عماله، وبالتالي فتبقى العجله دايره ان في مشروعات. إذن هو مشروع متكامل من كافه النواحي. شكرا جزيلا الدكتور محمد شكر ندى، رئيس جامعه بني سويف التكنولوجيه.